أهلا بكم من جديد. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تانية إلى سيد زهير كازاروني رئيس مجلس إدارة نادي المنامة وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري لكرة القدم وأفراد الفريق بمناسبة فوز فريق المنامة ببطولة كأس جلالة الملك للموسم الحالي 2016-2017، وذلك في المباراة النهائية التي قيمت مساء أمس بين فريقين المنامة والمحرق على الاستاد الوطني. وشهد جدلته أيده الله بالإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه نادي المنامة في هذه البطولة، متمنيا له المزيد من الإنجازات في المحافل الرياضية. كما أشاد جلالة الملك في برقيته بالروح الرياضية العالية التي سادت بين الفريقين والتي كان لها أطيب الأثر في نجاح المباراة النهائية والبطولة بشكل عام.